وهو زي ما انت شايفة الشكل والطعم والريحة جنان بصراحة. نظافة السمك جميلة ومهتمية بالتوابل والبقدونس نجيل وريحة جميلة. أتمنى إن انت تجربيها وإن شاء الله هتعجبك. وبالهنا والشفا. يا مساء الخير اللي معانا اللي معانا الكرم، غنى وصحانا وصحانا. شايفين الجمال؟ السمكة دي بتاكل أكل بصراحة رهيبة. عايزة تعرفي طلعت ازاي بالشكل ده؟ تابعيني وهقولك. مساء الفل يا ست الكل، النهاردة الفيديو عن السمك. يا رب تكوني انتي بخير وانتي بتشوفي الفيديو النهاردة. كان النهاردة السمك نضيف جايباه وكل حاجة، غسلته غسلة حلوة ونقعته في ليمون، عصرت عليه ليمون. ممكن عايزة تغسليه بملح براحتك. رحت جبت راس توم فرمتها وحطيت فيها ملح فلفل، قصدي ملح كمون اسفل، وعصرت عليها نص ليمونة وحطيت شوية بقدونس. لو تشوفي التتبيلة من جوه اهي، شوية ملح بكمون وبقدونس وعصرة ليمون، سيبتهم يتبلوا. بعد كده جبت شوية دقيق هحط فيهم السمكة. طبعا السمك ده بيتقلي، لو انتي عايزاه يبقى يعني مشوي براحتك برضو، بس هو ده بيتقلي بيبقى حلو قوي. واهم حاجة تسيبيه شوية في التتبيلة عشان ياخد الشكل الجميل والطعم الحلو، اللي ياخد من الثوم والليمون والكمون والبقدونس. في ناس طبعا بتحط خلطات كده براحتك، بس دي عشان طعم السمك يبان. هتنضفيه من الدقيق كويس جدا اهو، وهتحطيه على زيت سخن على طول. تابعي معايا وشوفي الشكل الأخير. طبعا هتحطيه على أول جنب، وأول ما يحمر الوش ده هتقلبيه على الجنب التاني، عشان السمك لحمه ناعم جدا وبيتهري بسرعة. فأول ما يحمر الجنب اقلبي على الوش التاني. بعد ما يحمر الوش الأولاني تروحي قلباه على الوش التاني، متقعديش تقلبي فيه على طول. هتقلبي كل ما يحمر وش بس.